السلام عليكم، نهار جديد وصفة جديدة من أسهل ما يكون. إن شاء الله تكون على خير وبخير. Hi everyone, I wish everybody is doing okay. The easy recipe like I told you, the healthiest recipe like I promise. The few ingredients which I won't take you time to stand for a long time in your kitchen. Anyway, any fish, make it easy on you, short story. Whatever you like, the fish you want, just use it. Go ahead and do it. So this one, it's whiting. It's nice filly. So with the skin on, if you don't like the skin, buy filly without the skin. So of course it's from frozen, it's not fresh. The first ingredients, the main ingredients, الحوت عندنا اليوم. شنو تيقولوا له بالعربية؟ دابا نكتبوا لكم في صندوق الوصف أو نكتبوا لكم في الفيديو. هذا الوايتين فيش، أي فيش بغيتي ديري، أي حوت بغيتي ديري، أي نوع سمك بغيتي ديري، المهم ديري الحوت اللي تبغي. خرجنا من هذه القصة. أوكي، هذا داز. الخضرة اليوم غادي نحتاجو القرع الأخضر، طماطم، زعترة أو زعترة، ما عرفتش شتي يقولوها بالعربية. المهم عندنا الفلفل الأسود البزار، عندنا ورق الغار، ورق سيدنا موسى، وعندنا الملحة، وعندنا واحد ربعة ديال الحبات ديال الطماطم. أوكي، سو وي هاف تو زوكينيز أور تو زوكيني، وي هاف فور توميتوز، فريش تايم، بلاك بيبر، سولت، and bay leaf. So it takes too long to talk about it, but it will be short to make it. Let's start. الحوت ما محتاجينش ندهنو طوال اليوم لانه ما غادي يلصقش. الحوت من الفروزن غادي يطلق الماء، القرع الاخضر غادي يطلق الماء، الطماطم كذلك مثال حتى هي غادي تعطينا الماء. سو ما محتاجينش نديرو الماء في هذه الوصفة، غادي ندخلوها للفران. So I always like to start with olive oil in the pan. Okay. I like to drizzle a little bit of salt in the pan as well. I'll let you know why. So درنا زيت البلدية، درنا الملحة، غادي نقول لكم علاش بديت بالزيت البلدية والملحة والبزار، الفلفل الأسود، بلاك بابر. أوكي، لأن أصلا أنا ما ميقماش الحوت وما مرقدهش في الإقامة باش نقولوا غدخلوا الإقامة. أوكي، سو ضروري ملي تنكون شي قمت اللحم ولا الدجاج ولا الحوت في الأول ورقدتو، دايما كنسبق الإقامة لتحت باش كتعطيني شويه ديال نسمه السيزنين، جود فليفر ان ذا بوتوم في التحت، واش غادي نفرشوه على هذه الشكيله. اوكي، غادي نديروه معكس، يعني الهيد ذا تيل، تيل باي ذا هيد اند سو فورث. اوكي، كما قلت لكم الاقامه درتها في البارم باش لان الحوت ما ميقم شيء، غادي نحسوا بلي ان الحوت ميقم. سو هذه صغيره غنجيبها لهنا، حيت هذه طويله خاصها تكون لهذا الشيء. اوكي، لايك ذات، يو سي. غادي نجيبو شويه ديال الملحه، سام سولت، دريزلت اون ذا توب اوف ذا فيش. سو غادي ترشو الحوت بالملحه، سام بلاك بابر بطبيعة الحال، لبزه فوق منه. اوكي، عندنا ورق سيدنا موسى، غادي ندير لها ورقة وحدة على كل حوتة الا قدتني، ما قدتنيش غادي نزيد. غادي ناخذ just a few of fresh thyme. We don't need to take it from the stem. We're gonna leave it as is on each one. It's gonna take one. Okay, doesn't matter how long, how small it is. So كل وحده غتاخد وحده، ما كيهمش هي طويله قصيره، ماشي مشكل. المهم نفرشوها بحال هكا.
Okay, I cut the zucchini in halves. If you have this pilosh, it will make it like sticks. It's okay. If you don't, you can cut it in a skinny way. I'll show you how. If you don't have that things, you're going to slice your zucchini that size. It's easy. Don't tell me it's going to take time. Okay, it's gonna be at that long. I just example. So you're gonna need it this way. Sticks, okay? اللي عنده هذه يستعملها، اللي قادر يدير بالموس يديرو، اللي عنده الجريترز يديرها، الحكاكة. Whatever, it will make your day easy. It's up to you guys. Just go ahead and use it. So هذه كتعطيهم ليا like spaghetti strips, okay, like that. So should we all be close? Here you go. See, وهاد نايف it's for life. وحق الله, when they said it for life, it's for life. So it's gonna be spaghetti zucchini. This recipe, it's easy, it's nice, it's healthy. ما فيهاش دهنيات بزاف, ما فيهاش سكريات بزاف, ما فيهاش الكربوهيدرات بزاف, فيها good energy, فيها good calories, فيها البروتين ديال الحوت. اشنو بغينا اخر؟ برقع ثاني بدا, كانت بدات الشتاء, مشينا عاوتاني غسنا واحد شويه صغير, عاود جرات علينا الشتاء. كل نهار كندير محبقه جوج. ايزي لاحظتوا, يعني ابسط ما يكون. سهل انك تسكن لنا بس يجي الموسكي بقاي يتعكسك, ممكن غير يدك قلبي شيكي كتبط. بالنسبة للطماطم, so just wedges, ما غادي ناخدوش منها السيدز ديالها ولا الماء ديالها, ما بغيناهش. غادي نقول لكم كي غادي نصفيها. Easy this way. So whatever the way you like, how you feel comfortable in doing the things, go ahead. I'm sharing with you what I'm using, that you can do it the way you like. إن شاء الله هذه الزريعة غادي نغرسوهم كما قلت لكم. هذا القلب. Okay, instead cut it from the skin. You can rip from the inside, easy. باش كتبقى محافظة على الشكل محد, ما هكا فعلا تتبغج. لاحظتو كتبغج, يعني سورتو لما إذا كانت هي soft. There you go. Done. Spaghetti. Angel hair. Zucchini. Whatever you wanna call it. So إلا ما بغيتوش تقطعوها بهاد الشكيلة, ممكن تقطعوها كوبز. It's up to you guys. If you don't want to do it that way, just cut it or slice it or make it as a cube diced, so it's fine. هادي مطيشة قطرات. Okay. لأن واخا حيدت لها الما ديالها, مازال ملي غادي طيب غادي تطلق الما, وحنا ما محتاجينش الما بزاف يكون في هاد الوصفة. تفهمنا؟ تفهمنا. يس مام يس مام. شوف هاد الزريعة كلها ما محتاجينش بالجوس ديالها. هاد الزريعة الزريعة بلا 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 غادي تغرس. عندنا الملحة salt, the left over of our salt, whatever left from my black pepper, البزار الفلفل الأسود. I have another two pieces of bay leaf, and I have the fresh thyme, olive oil. هذا هو التخضيرة ديال الحوت ديالنا اليوم. So we add black pepper, salt, thyme, and some of the bay leaf, and zucchini and tomato. I did say olive oil. Maybe you remind me. Mix them all together. Okay, of course, like I said,
with tastier food. جا الحوت ملحناه. Okay. الحوت مبلح مبزر. So we have already salt and black pepper and fish. We don't need to add anything more. هذا هو الطبق ديالنا اليوم بهذه الشكيلة. سهل ما يعذبك ما يصدعك. اي هنا غتسمحوا لي اضطريت انني نكنسلي الفوليوم اللي عندنا في الدار لان كان راجلي كيدوي مع العائله في المغرب. المهم هنا كنا سلقنا الرز فواحد الكميه مهمه من الماء وشويه ديال الملحه وغادي نصفيوه كما كتشوفوا هكذايا. علاش درت له كميه مهمه من الماء؟ باش العدس من يطيب يطيب هو مرتاح في الماء باش ما يتعجنش وما يترخاش وما يرخيش حتى الجلده ديالو. وباش ما يرخيش الجلده ديالو رقدوه في الماء قبل ما تطيبوه. يعني واحد مهمه الثانيه المرافقه حتى هي اسهل ما يكون. عندنا الكروفيت شرم، عندنا التومة غارليك، عصرنا وحده حامضه ليمون جوس فور وان ليمون جوس فروم اند وي هاف فريش تاراغون تاراخون هذا سميتو بالعربيه. سو هذا جهدي عليكم. وبطبيعة الحال الزيت البلدية. وبطبيعة الحال هاد الوصفة غادي تكون مرافقة مع العدس، يعني we gonna add it to our cooked lentils. Lentils runs it well under cold water, then it's supposed to be boiled in large amount of water, little bit of salt, not that much, and here we are. Nice lentils. It's really good. Like I said, it's a healthy dish. المقلة already hot, سخونة كالعادة. عندنا الزيت البلدية تقريبا واحد نص كاس. بطبيعة الحال الزيت دغا كيسخن مجرد ما المقلة كاينة سخونة. غادي نضيفو عليها التومة كما قلتلكم أنا عزيزة على التومة، عزيزة عليا التومة. I love garlic. If you're not halfway it's okay. You want the whole thing? It's okay, guys. Okay, so the whole thing. I love garlic. It's healthy as well. I like it. I love it. So, please, give me like 1-2 minutes in the olive oil. I don't want it to be burned because it's gonna keep cooking with the ingredients I'm gonna add to it. Okay, the smell is already oily, garlicky. Nice smell. It's almost 1.5 tablespoon of one lemon juice. That's what it gives me. I will add it to it. Smells so good. Right way, I'm gonna add my shrimp. I'll dip a little bit of it. Surplus. Okay. Oopsie. I'm gonna add this to your bottle. Okay. And plus the fresh herb, the tarragon. قلبت على سميتو بالعربية، سميتو نبات التراخون أو عشب التراخون. سو أكيد غيكون عندكم عارفينو. سو هو الشكل ديالو بحال الأزير ولكني ورقتو فلات ورطبة. أوكي رطبة بزاف. الأزير لا، الأزير شوية واقف وبحال اللي غادي يتلوى. سو it looks like rosemary but it's soft. The leaf it's very soft than the rosemary but it has no flavor as rosemary. It's like a fennel seed or anise seed flavor, but it's really good. I love it in a turkey burger. So نقطعوه غير هكايا، ما غادي نحتاجوش نشطيوه ولا نقطعوه باش ما يوليش كحل. بغيناه يبقى خضر محافظ على لونه. غتقولوا لي علاش ضفت الربيع خضر سور بلاس؟ لان كيطيب داغي.
يعني الفليفر ديال المشروم مع التاراغون غادي يطيبوا في نفس الوقت. So I add the tarragon fresh herb right there with the mushroom because the mushroom cooked so quick. So it's okay to add it right now, not to the end of the process. That's, it will be good flavor because that's the only seasoning we have in that dish as well. Okay, and it's really healthy. Really healthy, easy and tasty. Okay, from now on, you're just gonna get used to my dishes. I wish you're gonna like it. It's really healthy, it's simple and it's tasty, and you're gonna be very proud of the dish you're gonna make. Don't forget to leave me a comment about it, share and subscribe. Like that, it's still a raw, but we're completely pink, but still soft, not hard. We're gonna add our lentils. It's yummy, right? كما قلت لكم ملي ما تنقطعوش الفريش هيرب تيحافظوا على اللون الاخضر ديالهم. هنا انا ام اوكي غادي نضيف العدس. I'm gonna add the lentils. A healthy dish. اوكي ونديروا واحد التحريكه خفيفه لان الدش ديالنا جاهز دابا. ما حتى شي وقت كبير بزاف يعني كاع 15 دقيقة 20 minutes غادي يكون طاب لكم اللانتيس. So 15 20 minutes to cook the lentils or to boil it. I will say 5-7 minutes to saute the garlic with the mushroom, not the mushroom, sorry, with the shrimp and the seasoning. Add the lentils to it, give it like quick heat. Et voilà, le dîner est servi. Qu'on a voilà, not voilà. Déjà vu, déjà vu. Ma coche ne parle pas de notre genou, tu veux dire que nous avons hummus ou la houdous. Anyway, it's time to add the black pepper. I'm gonna stop talking, add the seasoning. We're gonna add black pepper first. So, أول ما غادي نضيفو البزار الأبيض. البزار الكحل ناري. ترى بزاف كتلف. راه هاديك الشاش ديالك لا تتحدث مع السائق. دابا أنا سايقة البوطة ما خصكمش تهضرو معايا. المهم البزار. شوية ديال البزار درنا على حسب الذوق. The black pepper on your taste or whatever. If you like it strong a little bit, go ahead and add more. I don't want that much, okay? But it has enough. The smell is so good already. Okay, غادي ندوقو نشوفو واش ملحة ولا لا. غندوق بالعدس بالشرم بالتعاقن بصحة. خاصها الملحة وخاصها شوية الحامض. واو ذا تايجن اتس سو جود. يعني يا نزيدها الحامض والملحة. فعلا كان السوس يعني ما درتش ملحة بزاف ملي كنت كنسوق. يو خطير هاد التايجن وحق الله. جربو بسم الله. نقول لها نتعشى انا غير ذوقها. بيرفكت. هنا ميمي اش كتشمي؟ اش كي كتشمني؟ ميمي كتاكل حوايجي. لوك وات شيز دوين. شيز ايتين ماي بانت. شنو بان لك فيها اختي؟ راه باقي جديد. anyway الجملة اعتراضية. غنزيدو شوية ديال الحامض. ذاتس ات. ما غادي نزيدوش عليها. نطفيو. دان. اوكي غندوزو لواحد المرحلة الثالثة غنوريها لكم. كما قلنا غادي نزيدو واحد شوية الحامض وخا طفينا عليها. فالحامض كيتزاد دايما في الماكلة ماشي مشكل يطيب. حنا باغين النسمة ديالو تكون
قوية. And one tablespoon so far. And I'm gonna try it. So stir it just easy to keep your lentils looks good, not mushy. Okay. راه ديجا طافية أنا على البوطة، يعني سالينا الطياب. وريني هذا التراجن، والله نصيحة لكم، والله صحي صحي بزاف. The last one, the last easy one to something cold. We are not cooking anything. So we have imitation crab. عندنا الكراب. Imitation crab. ما تسولونيش شنو هو بالعربية. المهم حنا قريش، هذه ماشي الأصلية، إنما مصنعة. أوكي، عندنا كريم تشيز، عندنا الجبن المملح، عندنا لاموطارد، ماسترد، سولت بلاك بابر، عندنا لي سيبولات وطرخون، شايفز اند تارجن، and of course the last one. عندنا الكيبر الكبار، مخلل مسالي عصرناه قطرناه قطعناه هكا يا غير كبير، ما هرمشناه يعني الراف شافت. اوكي، الراف شافت. We're gonna add it to the cream cheese. It's a room temperature soft. على درجة حرارة المطبخ رطب. إلا نسيتوه ما خرجتوش من الثلاجة، ممكن ديروه في طبصيل. إلا عندكم الميكرويف for like less than 2 minutes or in the oven I will say like 4-3 minutes so when the oven is hot. Okay, so we're gonna add the chive to cream cheese. We're gonna add the tarragon. Tarragon, it's always the stem is tough or hard, so we don't need the stem. We're just gonna take the leaves. Okay. الحقيقة ما نحتاجش نقطعه، غادي غير نتكرفس عليه. So I'm just gonna do rough cut. I wanna keep it fresh as much as it can, and that sauce. Okay. So ما محتاجة شيء نقطعه بالموس. بس تقطعه بالموس it's okay. You wanna chop it with the knife fine. But since I can just take it that way easy. يعني كتكون فريشة تقطع، كتكون ستيم ديالها very soft. So like that. Easy easy easy. Okay. So this imitation salad you're gonna love. is good for summer time. على الوليدات اكيد كيبغيو، هنا ولادي كياكلو هكا خضر از سناك، ما عندهمش مشتي، هذا كيكون رطب ماشي مشكل. تبغى نديرو هكا طبعا الحال هذه ما عندنا ما نديرو بها. اوكي، حيدو لينا هذا الشيء. ميك شور يو سكيور يور بول وات ايفر ذا ثينج يو ار يوزين فور نوت تو كيت سلايدين، سو ميك ات سيف. kind of hard or soft between. يعني ماشي مشكل. اوكي، غادي نخدمها مزيان. انا كنضربها وهي كتخرج من الويسك. I'm just be patient. It's really good. I'm gonna add 2 tablespoons of the yellow mustard. This time it's gonna be yellow mustard. So غادي نزيدو لا موطارد الصفر، الاوريجينال وان، the one which has no flavor because the mustard is gonna help me out with that thickness of cream cheese. Okay. There you go. You see, I told you it's gonna be easy. البول كبيرة غادي ني أنا مزيانة ليا باش تكون واسعة ونضربها بكل الجنبات. So it's okay I have the big bowl. It doesn't bother. غادي نضيف له الكبار.
عندنا الكيبر. ملي كنكون كنطيب كنكون مرتاحه مع اللوهاني، انا كنطيب وانا كنغسل ما عنديش مشكله. الى حسيتو به تك غادي نزيدوه واحد شويه ديال عصير الحامض. علاش عصير الحامض؟ لان الكبار او الكيبر اولموست فينيغري. او ماي جاد اتس سو جود. ام جاست غانا اد سام ليمون جوس. غانا يوز ات. I'm just gonna loose this cream a little bit and I will show you where I'm gonna use it. Most of the time I use the pulp too. المهم حيطلع دم هذا مغرميش. يب وغادي نزيد تقريبا معلقة 1 تيبل سبون ليمون جوس. اوكي I'm just gonna make it loose a little bit. There you go. Scrub the bowl like that. باش نقدرو نتحكمو في الكريم، كريم تشيز. عرفتي؟ So good. وعاوتاني غادي نذوقو كيفاش غادي نزيدولو البزار الفلفل الاسود والملحه. الملحه ما تنظنش هاي لان الكيبر مالح، تنظنش نزيد الملحه. اش غادي ندير؟ جاست لايك ذات ناخذ غير البزار هكا. وغادي نزيد شويه ديال الحامض. الحامض غيعطيه واحد الرونق جميل جميل جميل. سو نقولوا انذر تيبل سبون هير. اوكي of course this one has no peats. قلت لكم كل مره وسبحان الله العلي العظيم. اوكي اوكي هاي شويه باش ما نبقاش نسبلاشي على راسي. شوفوا راه يدي نقير النهار وما طال وانا يديا في الماء. او ماي جاد اتس سو جود سو جود. كم تجربوها. Very healthy tartar sauce. This is called tartar sauce. هانتا كريم تشيز باقي هنا عالق قاصح. غادي نجبدو هكا وغادي ندوزو عاوتاني نخلطو. Oh you want try? You smell the food like Simba? It's really good. Give me. Give you? How is it? Tell him. Good. Tell my people. What the taste? Healthy mustard. Healthy mustard and she knows I did the mustard but I didn't tell. But she saw the bottle. Lemon, okay. Because you see my ingredients in the corner. I don't know, some parsley or no, not thyme. Parsley. It has caper and it has tarragon and it has chives, fresh garlic leaves or stick or stem. They call it chives. It's the green of garlic. Fresh garlic. Yes. Now it's time to. I'm gonna try it before to see this if it's gonna be good or I need to add salt. I always, she always. No salt needed. No salt needed. I saw it so. هذا عصرته مزيان، عصرته العين شفتو، ما محتاجاش نقطعو، ما محتاجاش نديرلو حتى شي حاجة، كيتحل هكايا، غادي ناكلوه أز إز، أوكي؟ كنجهزها وواخد أختي معاكم، أما كون ما كنتش كنهضر، هاد لاصالاد يعني أش غادي نقول لكم، 5 دقايق وهي واجدة. No more than that. It's gonna be enough. Okay? You fold everything in it. Everything. Put it in the fridge.
and it's good for this summer time. We're gonna try. خلطناه. The best. The best is the best is the best. Believe me. Take it. Don't leave it. That is the best salad ever you can eat. مائدة ديالنا هي وجدات. نتمنى تكون عجبتكم. مائدة صحية. نعطيه صان. الحوت بالسباكيتي زوكيني سباكيتي مغطيه مخبل بالقرعه هذا جهدنا وهذا نتمنى الطحن ديال اليوم نال اعجابكم نتمنى تجربوه فعلا صحن صحي جدا مريح منعش اوكي ناخذ السباكيتي هي الاولى Oh, it smells it so good. The smell, it's yummy. Get closer, they will see what we're talking about. Look at this. Yummy, yummy, yummy. أخرى كتلقم. تتصور كتلقم. كاميرامان فيه جوع. هذه زوينة. هذه ديال الفيش. تحتي هذو راه فيش. I don't know if fish was in there. Yeah. So, هذه كتهزلي الفيش ديالي. Easy, like that. بغيت نهرسها كما قلت لكم ما لصقش وما غيلصقش لان القرعه والزوكيني يعني القرعه راهي زوكيني غادي تلقوا الماء ديالهم اوكي اللي بغى يزيد غادي يزيد اللي بغى يخليها يخلي بطبيعه الحال عندنا ما نديروا بهاد الوريقات سالينا منهم استفدنا منهم انا غادي ندير عديستي في الطبسيل غير ويار اوكي غادي ناخذ السلطه ديالي في تفصيلي كذلك ومثال اول ان وان ذاتس ات انف وان كان هذه راه وجبه مور ذان انف فور وان بيرسون